زينب مصطفى مغربية مقيمة في مصر، كنقدم برنامج بصحة وراحة على قناة سي بي سي سفرة. أول حاجة المطبخ هو بالنسبة لي عشق، أو بالنسبة لي هواية كتعجبني بزاف، يعني فوق ما تخيلي من وانا صغيرة. ولكن الدراسة ديالي هي دراسة مختلفة تماما، يعني مجال مختلف. أنا درست التجارة بزنس، اتجهت لمصر طبعا باش ندير بروجي ديالي ونخدم في البزنس. لقيت راسي مشيت لديكجة ديال الغيستوراسيون، يعني مشيت للمطاعم ودخلت في هذا المجال. الحمد لله ربي وفقني في المجال ديالي وفي الخدمة ديالي. أبخي بدأوا كيجيو عندي الناس كيدوقوا الماكلة هكا، كيعجبني ندير عليها الإشراف، كنقدم الأطباق المغربية طبعا. ملي ذاقوا الماكلة المغربية كانوا ناس من القائمين على القنوات ديال الطبخ، قالوا احنا بغيناك معنا. بقيت هنا كنفكر الحمد لله تجت الفكرة. ولكن قبل ما ندخل كنت حابة نوثقها بالدراسة أيضا، حيت كنبغي نسد الساق اللي أنا فيها. قلت لا نقرأ الأول عاد نشوف أشنو نقدر ولا ما نقدرش، وهكا كانت البداية ديالي. شوفي أنا هاد لوفخ هذا جاب عن طريق الصدفة، يعني ماشي لا هي لقتني ولا أنا لقيتها، لقينا بعضياتنا. كيف ما قلت لك أنا من هواة المطبخ، وبالتالي الخدمة ديالي كانت هي في المطاعم. عادي كنت كندير عزائم، كنت كندير عرضات كبار، كيجيو عندنا الناس كيجيو يذوقوا الماكلة كتعجبهم الحمد لله. طبعا المطبخ المغربي راه معروف. من هنا جات، يعني كانوا ناس قائمين على القنوات، مديرين القنوات، وذاقوا الماكلة قالوا احنا بغينا نعرفوا شكون نطيب. من اللي عرفوا انا قالوا لي لا با بوسيبل، يعني ما يمكنش. اش بصح كدويه؟ قلت لهم ايا انا اللي مطيبه، علاش حنا راه المراوات المغربيات راه حدقات. قالك داكوغ صافي بغيناك معنا دير لنا التست. قلت لهم لا صافي. قبل ما تبدا سي بي سي سفره وتعرض عليا قالوا لي حنا كنديروا واحد القناه ديال المطبخ وهكا، وبغيناك تكوني معنا من الاوائل. وشوفي شحال بقيت عاد جيت. صافي هكذا جات. في الاول طبعا كان الخوف من رد فعل المشاهد او الناس، كيفاش غادي تقبلك ولا ما غاديش تقبلك. ولكن انفو حسيت براسي صافي دخلت، والناس عندها قابليه لشي حاجه سميتها تشوف شي حاجه كديرها زين بمصطفى. لقيت راسي نو صافي انا هذه هي بلاصتي، هذا هو المكان اللي بغيته. صافي وكملت فيها هكا. شوفي هذا توفيق من الله كنعتبره أول حاجة، وكيف ما كنقول رضا الوالدين زوينة دائما الحمد لله. إيه شفات كبار وقدرنا نثبتوا البلاصة ديالنا كمغاربة. شوفي أنا ديما كنقول بصحة وراحة، ماشي كيهضر على زين مصطفى، نو كيهضر على كيمثل المغرب، كيمثل البلاد كاملة، كيمثل المرأة المغربية. الحمد لله قدرنا نوصل الصورة ديال المرأة المغربية بطريقة زوينة، بطريقة نقية، طريقة العين ما تجرحش العين ديال المشاهد، ما تخدش الحياء ديال المشاهد. وهذاك هو كان التارجت ديالي. ملي لقيت راسي غادا في داك الطريق والعائلات ماشي غير المغاربه، نو حتى للشرق الاوسط. صراحه عندنا متابعين من الشرق الاوسط، من الخليج، يعني من كاع البلايص، يعني واحد الاقبال زوين. كيقولوا لي شوفي زوزو او زينب انت بنتنا اختنا، ما كنحسوك شي حد غريب علينا، كتكوني قريبه منا. وهذا الشيء هو اللي بغينا، حيت المراه المغربيه الحقيقيه هي هذه، وهذا الشيء اللي بغينا نوصله. مسؤوليه كبيره بزاف كتحط على الكتاف ديالك ولا على العاتق ديالك. يعني عندك واحد خصك ديري واحد ليفور كبير باش تبقاي في نفس الحاجه اولا تزيدي. وانا من الناس اللي ما كنبغيش نبقى في نفس الحاجه، كيعجبني نزيد. فبالتالي بيان سور كتاخدي واحد المسؤوليه كبيره باش تزيدي للقدام وتبقاي رافعه الدرابو ديال المغرب.